في جديد تطورات الأحداث السياسية في اليمن، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقل 128 أسيرا حوثيا من السعودية إلى صنعاء كانوا لدى قوات التحالف. كان هذا الإفراج عن الأسرى غير المشروط هو الترجمة الواقعية لما صرح به التحالف قبل يومين، وانطلاقا كما يقول التحالف من حرص قيادته على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق ستوكهولم وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى. تأتي هذه الخطوة إلى جانب خطوات أخرى ومساع إضافية، حيث سيبدأ تشغيل مطار صنعاء لاستقبال وتسيير رحلات للمرضى بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية كما أعلنت قوات التحالف. وقد صدقت منظمة الصحة العالمية على تصريحات التحالف، حيث أعلنت عن قرب تسيير رحلات علاجية للحالات الحرجة التي لا يمكن علاجها داخل اليمن. والسؤال الذي يبرز الآن هو عن مدينة تعز، فلماذا لا تضغط المنظمات الدولية والسعودية على ميليشيا الحوثي لفك حصارها عن تعز؟ أم أن الحالات الإنسانية والأوضاع الحرجة التي يعيشها المواطنون هناك ليست في الحسبان؟ وعلى ما يبدو فإن هذه الترتيبات التي حملت في ظاهرها طابعا إنسانيا عبر الإفراج عن أسرى وتسيير رحلات جوية من صنعاء استمرار لتفاهمات سعودية حوثية قد تفضي إلى وقف الحرب، لكن حتى الآن ليس هناك أي معلومات أو تسريبات عن بنود هذا الحل أو مرتكزاته. فما هي الصفقة المبرمة بين ميليشيا الحوثي والسعودية القادرة على وقف هذه الحرب؟ وما هي التنازلات التي سيقدمها الطرفان وعلى حساب من؟ أم أن هذا السلام هو سلام المنهكين من حرب طويلة؟